داجة. يتحمل طفل صغير عمره 6 أشهر سهم؟ يتحمل ما يتحمل. والحسين يصاب بك بهكذا مصيبة بأبي وأمي، بهكذا مصيبة عظيمة. ثم بعد ماذا؟ خل كل هالمصائب تروح جنب، كل اللي جرى هذا يروح جنب، كل اللي أصيب به الحسين نفسه هم خليه على جنب، بس أكو مصيبة من المصائب اللي جرت على الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، هذه ما يمكن أن ينساها غيور، وما يمكن أن ينساها مؤمن. وأهل البيت ما أكو واحد أمضت به مصيبة من مصيبات ومن المصيبات اللي وقعت على الحسين مثل هذه المصيبة. حتى إمامنا الحج لما يتذكرها يتألم بأبي وأمي لها كثيرا ويعتصره الألم لما يتذكر المصيبة. شنو هي؟ لما يتذكر عمته زينب. هذا اللي كان أمير المؤمنين حياته كلها قضاها وهو يحافظ على خدرها، وهو يبعدها عن النظار، يحاذر أن لا يرى أحد شخص زينب. وإذا زينب بعد كل هذا الخدر وهذا الدلال وهذا الصون على أقتاب عارية وجمال هزيلة ضالعة عجف بلا غطاء ولا وطاء، مربطة بالحبال بأبي وأمي، إذا بكت ودمعت لها عين لوعتها سياط بني أمية. من مجلس إلى مجلس، من طريق إلى طريق، من محل إلى محل، من بلد إلى بلد، تشهر زينب. أي قلب غيور يمكن أن يحمل هذا؟ لهذا يقولون لما رجعت هي بأبي وأمي إلى عزيزها الحسين وجلست على قبره، يقول الرواية أنها التفتت إلى إمامنا السجاد، صاحت ابن أخي خذ بيدي إلى قبر أخي الحسين. قال عم زينب أما تبصرين القبر أمامك خطوات؟ قالت ابن أخي إن المصيبة أعشت بصري، يعني ما أستطيع أن أبصر قبر الحسين، خذ بيدي إليه. فأقبل إليها أمسك بيدها حتى أجلسها على قبر عزيزها الحسين، فمذ لامست القبر خرت عليه موشا عليها، اجتمعنا النسوة صبوا عليها المايا، لما أفاقت صاحت أخي حسين ضربوني، أخي حسين شتموني، أخي حسين أدخلوني المجالس، أخي حسين شمت بي الأعداء، أخي حسين إن متني تورم من سياطي. تقل أخويا جنت غايبة وسأجيتك،
أربعين ريال فارقتك وإلي تحت الترب مرمي لقيت آياك ثم أنها مدت يدها تحت ردائها أخرجت شيئا ملفوفا بمنديل أبيض يقول دققنا النظر فيه فإذا هو رأس الحسين يا صاحت خويا أنا جيتك وجبت الرأس دمع عيناي يا اخويا نشف بدمع بردنك دمع يا عيناي اجركم الله بقيت قليلا عند القبر ثم ناضت بابي وامي تلتفت يمينا شمالا تريد كأنها تبحث عن شيء التفت إليها إمامنا السجاد عم زينب أعلم ما تريدين وعن أي شيء تبحثين قالت نعيم يا ابن أخي خذ بيدي إلى قبر عزيزي وكافلي قمر العشيرة بالفضل العباس فأخذ بيدها وأقبلنا النسوة معها فمذ وصلت إلى القبر الشريف صاحتها أخاه وعباسا قل لأخويا من تلي جبتني دق عليك يا خويا وشوف متني خويا بعدك بني ومية ولتني يا وترى سياط زجر قعدنا يا نخناك يا عزنا وضمدنا يا اخويا هذه المحامل قوم يا مردنا يا اخويا مهمنا يا اسبا نرجع وحدنا وحدنا يا وما يمنا اسم الغربة يا تردنا يا ويلي قل لخويا جيناكم يا ابو فاضل ولا جيتو تنزلونا جيناكم يا ابو فاضل ولا جيتو تنزلونا وهذه الروس جبناها ومنكم نطلب العونه
وراس حسين سمحولي تراي مكسرة ويلي ويلي. يقولون نمر الإمام السجاد إلى عمته زينب في هذه الفترة اللي بقوها 3 أيام وهي تتنقل من قبر لآخر، خاف على عمتي أن تموت من شدة البكاء والنحيب، وهي على هذه الحال أقبل إلي يا عم زينب قومي بنا نرحل. قالت إلى أين يا نور عيني؟ قال إلى وطن جدنا رسول الله. قالت ومن بقي إلي هناك حتى أعود؟ قل أنا بيا وجه طبت المدينة أنا شقولا لليقول حسين وأنا يا أنا شقولا لليناشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس أقول حسين ظل جثة بلا رأس عباس النفي القطعة ويدين أصاحت يا نازلين بكربنا يا أهل عندكم خبر بقتلنا ميتين في أرضكم بقيت ذلاثا لا يزاير مقامه بالعيال وريتموها في الثرى وهل استقرت في اللحود وجيبت زينب ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية انحكت له الريح ضافي أنا نسألك وندعوك محمد والي الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا وفعلنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم والي الحاضرين احفظهم فردا فردا وحوائجهم ارحم موتهم شافي برضاهم لمقرام يسر أمورهم سهل وطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل اللهم صل على محمد وآل محمد وأغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخوان المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله اللهم ردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين إلى سالمين وغانمين إلى غانمين معززين مكرمين منصورين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين
وخير الناصرين وارحم الراحمين لنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات موتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين وما تعالى الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات